الله يسلمك يحفظك شاكر. شنو مشكلتك؟ والله عندنا اخوي خطيه قاعد له على دراتي بالارهاب، رجله مصاب بالارهاب من 2007. شنو هو كان جندي مقاتل او منتسب للجزيرة؟ لا لا، عماله يشتغل بساعه الطيران. شلون انصاب؟ انصاب برجله، والله طقت عليهم سياره مفخخه. اي والله، وطوا مليونين بالبدايه، وبعد ما سووا له راتب خطيه. والله هسه جيت من الدائره ما التقاعد. يعني ما سجلوا له على انه نسبه عجز، خصصوا له نسبه عجز بال 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 بجسمه او لا؟ مال ارهاب مو صح؟ اي مال ارهاب سحت الطيران. زين. اي وليه هسه راتب ما عنده خطيه؟ والله العظيم كل شيء. اخر مراجعه راجعتيهم ايش قالوا لك؟ اخذنا اخر مراجعه راجعنا بشهر العاشر، انطوا هاي المنحه وبعد قالوا ما يسووا له راتب. ليش ما يسووا له راتب؟ والله ما ادري. يعني انا اعرف هواي من ضحايا الارهاب. انا هم معوق، والله العظيم اخوهم معوق خطي، وهسه لحد الان قاعد كل شيء ما عنده، لا عنده سياره لا عنده محاكه في لك الله، وما سووا له راتب. يقول بس هاي يعني ليش صرف؟ هسه هو اصبح مقعد جليس. لا عجز ماله يقول قليل، يعني 22%، يعني هذا ما يستحق. هسه حتى راتب رعايه ما عنده. والله العظيم جيت هسه من التقاعد سووا له هاي البطاقه وتطلع مرفوضة. يا بليش يقول بعد أخذ ذن المنحة ما يسوي له راتب.